يريح. في الركوب الخاطئ يحاول الخيال يتحكم بالحصان عن طريق التحكم بعضلات الحصان أو جسم الحصان عضليا، مما يعني أنه سيفشل في التحكم في الحصان وقت الجد مع الوقت. في الركوب الصحيح، في طرق الصحيح، الركوب الصحيحة الأخرى في نظري، يتم التحكم بالحصان أو يحاول الخيال يتحكم بالحصان عن طريق التحكم بعقل الحصان مو بعضلاته، وهذا شيء جيد وأفضل لا شك فيه. ولكن وقت الجد لما يختلف معك الحصان، لما يجفل، لما يبغى فحول أفراس إلى آخره، الحصان ينسى عقله، ما عنده عقل في الحالة هذه، يرجع طبيعته وغريزته زي ما قلنا. قدم الطبيعة والغريزة واللا شعور على الفكر وعلى المخ، مما يعني طريقتك ما لها معنى في الحالة هذه. مثل التحكم حقيقي، بس لما وقت الجد الحقيقي، وقت الاختلاف بينك وبين الحصان، ضيع الطريقة. فالطريقة الأصح في نظري تتحكم بالحصان عن طريق التحكم بجهاز التوازن عند الحصان، تحكم توازن الحصان بأعصاب الحصان. هذا شيء مستمر في كل الحالات، بالذات لما يختلف معك الحصان أهم شيء عليه توازنه، لما يخاف أو لما يجفل أو لما يكون قدامه فراس أو فحول. لما تتحكم بالتوازن تحط الحصان بجيبك، لما لو تحطه بجيبك إنك ببساطة بتصير قطعة من الحصان. أي شيء بيصير فيه، أو عفوا أي شيء بيصير فيك بيصير فيه قبل، هذا يخلي الحصان يهاب يسوي شيء خطأ، مو بحبا فيك عشان سود عيونك، حبا في نفسه، لما يعرف إن أي شيء بيصير فيك بيصير فيه، معناته إنك طحت طاح، بغيت تطيح بغيت تطيح، تحت شوي طاح له شوي وهكذا. فبدي الحصان عشان يحمي نفسه يحميك، أو يحميك ليحمي نفسه. دليل سريع على النقطة هذه، لو تلاحظ يركب ركوب خاطئ لما يختلف مع الحصان ويفقد التحكم، مثلا شو يسوي؟ يحاول يستعمل القوة زيادة، يقوي الشكيمة، يستعمل لنشات، يستعمل صدارة إلى آخره، فيستعمل القوة زيادة، وكل ما فشل زاد القوة ويستمر يفشل. يركب صح في الطرق الصحيحة الأخرى لما يختلف الحصان معه، وش تلاحظ شو يسوي؟ يحاول يهدي الحصان يوخر على المكان، هذا سبب يتحكم فيه، سيطرح العقل. في الطريقة الأصح أو في التزليق، وش تسوي في الحالة هذه؟ تلاحظ همك كله وشو؟ بأن الحصان يفحجم محله وقت الخوف، أنه يفز محله وقت الخوف، أنه يوقف يطلع الشيء المخيف وقت الخوف. فكرك هنا توازن، هناك مخ، هناك عضل وقوة. الأول اللي هو التوازن أو التحكم بتوازن الحصان ناجح باستمرار، وخاصة وقت الجد. الثاني اللي هو التحكم بالعقل ناجح بس بشكل مؤقت، لأن في حالات استثنائية بسيطة لن تتحكم بالحصان، مع أنها أكثر أهمية، أنك يعني تكون مهتم بالتحكم في أكثر لكن لن تنجح. هذا دليل قطعي على أن الطريقة صحيحة لكن ليست صح من ذلك. الثالث اللي هو التحكم بالعضل أو التحكم بالجسم شيء فاشل على المدى الطويل، ليس فقط خطأ، ليس فقط سيء، فاشل على المدى الطويل. أي شخص يتحكم بالحصان عن طريق استعمال القوة، تلاحظ أن الحصان كل ما قد يقاوم كل ما قد يخرب، وبآخر شيء بيع الحصان ما يصلح، بيع حصان كتش إلى آخره، يعني أنه على المدى الطويل أسلوب خاطئ أو فاشل، والله أعلم بالصواب. فتحكم بتوازن الحصان ليس بعقل الحصان أو بعضلات الحصان. طبعا هذا يبغى وقت، لكن المفروض يكون هدفك، والله أعلم بالصواب.